مرحبا بكم، معكم قناة يوسف. نتمنىكم فيديو جديد من لعبة ماينكرافت. بس قبل ما نبدأ الفيديو، حطوا اللايك والشير والسبسكرايب لشيكو كل جديد. ويلا معانا تيب جديد. هو مين؟ طبعا عمر عنده قناة مخصوص عنده، يعني عن موبايله. لو عاوزين تدخلوا قناته ان شاء الله، يعني ان شاء الله هتلاقوا رابط قناته في الوصف بتاع الفيديو. فلو عاوز يتفلق على قناته فيها فيديوهات عديدة وانا عديدة. فيلا يا عمر، كل واحد يفتح على موبايله لعبة ماينكرافت ويعمل مباني وحاجات. عمر، عارف الفيديو اللي انت عملته دي مباني؟ كمل بقى المباني دي، ابني كان بقى حاجات تانية. كانت بتنزل الحاجات دي؟ واعمل فيديو على قناتك، يلا افتحه واعمله. انا مسحت الماب، مسحتها؟ ايوه. طيب افتح ماب كتير وسكر فيديو على قناتك وانا بسكر فيديو على قناتي. يلا. لا مش قصدك فيديو على قناتي، يعني كده. طيب يلا العب. طبعا انا هدخل الماب يا جماعه اللي انا بنيتها. فيلا. طبعا هو ايه اسمني هنا؟ انا كنت نايم تحت، ولا كنت نايم تحت، نايم تحت، كنت بتفرج على التلفزيون هنا ونايم. طب هتفرج على التلفزيون. عمر، ايه؟ اعمل لك تلفزيون وكرسي اتفرج. افتح قناة السي ان، لا قناة سماء الخروف، لا ابو طابي، ابو طابي هتلاقي بيعرضوا القروض. ماشي. ابني لك الاول تلفزيون. طبعا يا شباب اوكي. طبعا يا شباب انا ثبتت حاجات في لعبه ماينكرافت، ثبتت حاجات كده صغيره، يعني حطيت اضافات لمسات كده وحطيت دي. ثانيه كمان افتح صوت اللعبه. صح يا عمر، عاوز توصل فيديو كام لايك؟ مليون ألف. إيه اللي مليون ألف لايك؟ هتستقبل هليا الأول؟ هلينا نوصل الفيديو ده لألف لايك وألف مشاهدة وألف اشتراك. يا رب يا رب تكونوا قدها وتعملوها. يلا سيبك كده تخبط تاني عشان تعرف تكمل. يلا يا شباب. اوكي عمر، اطلع كده بره المكان اللي انت فيها. انت عاملها اساسا فوكسيا؟ ايوه. طيب اسمع، طيب اطلع من الماب اللي انت فيها وحاول تدخل لي عشان نكمل الفيديو اللي على اليوتيوب. فثانية يا شباب والك عليكم، هقطع بس الفيديو واعمل حاجة. والك عليكم يا شباب. يلا وبر يفصل اعصروني، هقفل الفيديو تاني بس اروح اجيب ساحن. والك عليكم. طبعا يا شباب رجعت لكم، وانا هحاول ادخل عمر في المكان. هو في الحياة والموت. عمر انت اتحركت من مكانك؟ ايه؟ اتحركت من مكانك في الحياة والموت؟ انا بكتر حرك؟ بكتر بس، لا بكتر. طيب بص، انا عامل عالم ندخل فيه احنا
الاتنين نلعب فيه. هسميه يوسف عمر. سميه يوسف عمر. أسميه يوسف ميسي عمر. كتبت يوسف وعمر. هو عمر في آخر فبل الحرف الأخير إيه ولا إيه؟ ايه عمر بتتكتب إزاي؟ عمر او اوكي ام اوكي بعدين ايه؟ اخ ايه ار؟ اي عمر بس. وهل السين؟ لس تون. هليت السيت قبل ستون الارت يعني من قبل ستون. وايه الفرق ما بين تي وتي؟ اظن تي الخيبة وتي عتاية. تي الخيبة وتي فاطمة وتي عتاية كده. طيب انا هفتح الخيبة. لا العتاية فاطمة. يلا طبعا ده شكله بيديك الحاجة في ايدك يعني مش السيت اللي تكون في الارض. طيب عمر اطلع من الماب اللي انت فيها وحاول تدخل لي. ها ماشي. هجيب السيف. السيف يا عيونكم يا شباب. طب مش هنسأل عطلة الا لو دخلنا الحلقة والموت.